اهلا بحضرتك يوسف يا لو فندم. فاضي. مش عارف تابعت معانا يعني المكالمه اللي اجراها معانا الاستاذ المستشار احمد الفضالي ولا لا، ولكن يعني في عجاله كده يعني المستشار الفضالي بساله ليه ما ترشحتش، فالاول قال لي زي ما كانت يعني الانباء بتتردد امبارح، فقال لي يعني الظروف الصحيه والعائليه والاحفاد والاولاد وكده، لكن يعني في سياق الكلام بيقول يعني بيشعر بالمراره من تغول ائتلاف دعم مصر على الحياه السياسيه في مصر واقصاء التيارات الاخرى بما فيها تيار الاستقلال. والله مش عارف، هو مش عارف الفضائي كان قاعد معايا امبارح ما قاليش ان هو هيترشح. يعني هو كان موجود امبارح في المجلس ما قاليش ان هو هيترشح، هو اخ عزيز. انما خلينا بس الاول، انا ما احبش ارد على ما يقول الغير، انما خلينا في اطار تغول ائتلاف دعم مصر. بالعكس، ائتلاف دعم مصر مكون من كيان سياسي في كذا كذا تيار، يعني في احزاب، ست احزاب، وفي نواب مستقلين، هو ائتلاف برلماني وفقا للدستور. لا يعوق احد، انما برضه لا يعيبه ان هو بيشتغل ونازل في الشارع وبيفتح مقرات لخدمه المجتمع من خلال نوابه في كل محافظات مصر، وبعد كده تنسحب هذه المقرات الى المراكز والاقسام عشان يبقى احنا بنقدم للناس خدمه حقيقيه من خلال مقرات او مراكز اشعاع اجتماعي تساعد الناس وتحل مشاكلها وتتواصل مع الناس وتسمع على الناس بس المستشار مقترحاتهم الفضالي، حول معلش المشروعات دكتور، القوانين دكتور صلاح، يعني المستشار الفضالي بيقول واختلافها. انه يعني بيعدد او ضرب عده امثله على كلامه ده، وبيقول انه يعني ائتلاف دعم مصر يعني اخذ منه، استقطب حوالي 51 عضو من تيار الاستقلال راحوا على ائتلاف دعم مصر. طب يا ريت من 51 دول يقول لي اسامي خمسه يعني مثلا. انا يعني انا عايز مشكله اقول لك انا ما بس اعرفش حاجه يا يعني. استاذ عمرو، عشان ما يبقاش كلام على عينات وكده. لا، انا كنت متابع جيد جدا 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 للحياه السياسيه والمشهد الانتخابي قبل انتخابات 2015 وقبل الانتخابات اللي قبليها وقبل اللي قبل قبليها. فلا، انا شايف ان الكلام ده غير دقيق ومحتاج مراجعه من الاخ العزيز الاستاذ احمد الفضالي. وان الكلام ده عن مصر ما كانش، كان القوائم اصلا بتاعت حب مصر، كان القوائم عباره عن 120 مش 370. القوائم حب مصر اللي خاضت الانتخابات كانت اربع قوائم ب 120 مرشح. طيب فازاي هيروح الائتلاف ياخد من عند تيار الاستقلال بس 50؟ كلام طبعا يعني لا، يعني غير منطقي، مش عايز اقول حاجه ثاني. طب دكتور، اخيرا يعني 27 نائب قيل او اعلن المهندس مصطفى موسى انهم زكوه للترشح للانتخابات الرئاسيه، مين ال 27 نائب دول؟ مين ال 27؟ انا شايف ان هي ما تفرقش كتير، يعني ما تفرقش كتير. المهم ان في 27 نائب زكوا مرشح لانتخابات الرئاسه. احنا برضو مش عارفين انه ليه لما يكون الانتخابات ما فيهاش مرشحين يقول لك معقوله في انتخابات بمرشح واحد، وبعدين لما يبقى في مرشح يقول لك لا، هو ازاي يترشح وليه يترشح ويعمل ايه؟ خلينا نقول بس على فكره، ايا كانت نتيجه الانتخابات، طبعا انا شخصيا من يعني في مقدمه صفوف التعيين للرئيس عبد الفتاح السيسي كمواطن قبل ما اكون نائب. انما وائتلاف دعم مصر كذلك على فكره في مقدمه صفوف الكيانات السياسيه الداعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات دي. انما في الاخر انا شايف ان اسراء المشهد الانتخابي بهذا الشكل، حتى لو في اثنين مرشحين وفي طرح البرامج وخلافه، هو اسراء الحياه الحزبيه اللي البعض بيتكلم عنها. يعني الحياه الحزبيه على فكره ما بتهواش بالفيتامينات من الصيدليه. هي بتقوى فيتامينات سياسيه من الشارع وشعبيه من الشارع. الشعبيه دي لن تاتي وهم قاعدين في مقراتهم، الشعبيه دي تاتي بان انا اخد انتخابات وابقى عارف ان الفرص صعبه، انما اطرح نفسي واستغل الفرصه لطرح برنامج حزبي، واحزاب تروح هنا واحزاب تروح هنا. الحياه بتبدا كده، انما ما بتبداش من النهايه ان انا بقى عندي احزاب قويه بتفرز مرشحين يتنافسوا في انتخابات رئاسيه. احنا انا دايما ليا مقوله يا استاذ عمرو، الاحزاب السياسيه اذا كانت تريد ان تكتسب شعبيه وتكتسب جزء من السلطه يجب ان تغادر كراسيها المتحركه وان تنزل الى الشارع في اي انتخابات. دي تجربه كراسي متحركه؟ اللي كان مرشح حزب بيخوض انتخابات، يعني هم من يعني الكراسي، يعني الاحزاب من ذوي القدرات الحاجات الاحتياجات الخاصه، من احزاب من ذوي الاعاقه. من ذوي الاعاقه؟ انا ما قلتهاش، انت حضرتك اللي قلتها. انا اقولها على فكره، وانا احد رؤساء الاحزاب. احنا دائما نعول على النظام وعلى مش عارف على ايه وعلى التقييد وعلى القيود وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. الحزب
السلطه لن تاتي منها، السلطه بتاعتك ان انت تنزل للناس وتقابل الناس وتمد اياديك لتتلامس مع مش ايادي الناس بس، ايادي الناس ومشاكل الناس. تمام. طب مش عايز ليه يا دكتور صلاح تقول لنا ولا حتى اسمين ثلاثه من ال 27 اللي ايدوا او زكوا المهندس؟ صدقني انا مش هكذب عليك لو قلت لك ان انا شخصيا ما اعرفش يعني ولا مهتم ان اعرف، لان مش شايف، لا انا مش شايف ان هي فيها فارق كبير جدا. احنا امام عنوان نهائي ونتيجه نهائيه، ان هناك عدد من النواب وفقا للالتزام والنص الدستوري زكوا احد المرشحين. شابوه واحترام وتقدير لهؤلاء النواب بارائهم واحترام وتقدير لهذا المرشح، وننتظر طرح برنامجه ونبقى في حياه سياسيه منزهه من الانتقاد المسيء. احنا امام مرشح شاف ان هو عايز يخوض التجربه، حقه زي ما حق اي مواطن طالما عدى بالمحطات والشروط الدستوريه والقانونيه اللازمه، خلاص شكرا. احنا ننتظر من الجميع ان احنا نروح بقى ونشارك، والاهم بقى من مين ينتخب مين، ان يبقى فيه ملايين الملايين موجوده امام اللجان الانتخابيه، عشان يبقى المشهد الخارج بنقول للناس بره وجوه ان لا، دي ان في اجماع شعبي ان مصر تتبني ديمقراطيا. الناس اللي بتدور على بنى البلد، المواطن اللي بيدور على بنى البلد يا استاذ عمرو، انا بقول له اتعب نفسك احد ايام 26 او 27 او 28 مارس وانزل انتخب اللي تنتخبه. اشكرك. بس خليك ايجابي وروح شارك. شكرا جزيلا دكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب.